طيب إن شاء الله هنستكمل الجزء الثاني من الدرس الأولاني في الجيومتري. عندنا هنستكمل بيقولي في important colors. الكالوري الأولانية عندنا بيقولي the line, the straight line which passing through the center of the circle. يعني لو عند حضرتك straight line زي اللي مرسوم قدام عينيك ده بيعدي على السنتر M. طب وبيعمل ايه تاني؟ and midpoint of a chord وبيعدي على الميد بوينت اوف اكورد اي بي. يعني عندنا الكورد اي بي هو عدى على الميد بوينت اوف اكورد. طيب زين ايه اللي انا استفدته من اللي بيعدي على السنتر وبيعدي على الميد بوينت اوف اكورد؟ قال لي زين ذيس ستريت لاين از بيربنديكولار اون ذيس كورد. يبقى ده معناته ان الام سي هتكون بيربنديكولار على الاي بي، يعني هتعمل رايت انجل مع الاي بي. هي دي الكالوري الاولانيه، the straight line which passing through the center of the circle and the midpoint of a chord is. حضرتك هتكتب ايه؟ is ايه لما يجي لك في الكمبليت؟ perpendicular on this chord او perpendicular on it. البروف هتكتبه ازاي؟ هنقول since ان الام is center of the circle and since ان السي is midpoint of AB then MC perpendicular on AB. ده بالنسبة للبروف بتاعك. دي الكالر الأولانية. الكالر التانية زيها بالظبط بس نقدر نقول عكسها، يعني the straight line which passing through the center، الستريت لاين اللي جاي معدي على السنتر and perpendicular on the chord وقريدي عامل right angle مع الايه؟ مع الكورد. طيب بيعمل ايه في الكورد ده؟ bisect this chord. bisect this chord يعني بيقسم الكورد ده نصين، الجزء اللي هو CA equals CB. The straight line which passing through the center of the circle and perpendicular on it و perpendicular على الكورد bisect this chord and perpendicular on the chord on a chord bisect this chord. اوكي اوكي البروف هنا بنقول ان since ان ال M is center of the circle and since ان ال MC perpendicular on AB then we can say that C is midpoint of AB. ممكن نقولها بأكتر من طريقة، C is midpoint of AB، ممكن أقولها إن CB equals CA، ممكن نقولها إن CB equals half من الـ AB، ممكن نقولها إن الـ AB twice من الـ BC أو twice من الـ AC، كلها نفس المعنى. طيب، تالت كالوري وآخرهم هو بيقول لي بقى الـ perpendicular bisector of a chord، يعني الـ straight line ده perpendicular وفي نفس الوقت bisector على الكورد. بيعمل ايه؟ يبقى then this straight line passing through the center of the circle. لازم أن يعدي على center of the circle. البروف بتاعها since ان ال MC perpendicular on AB و since ان C is midpoint of AB او ممكن نقول ان CA equals CB then we can say that M is the center of the circle. أثبتنا ان ال M is the center of the circle. يبقى M is center of the circle أو passing through the center of the circle دي الكلمة اللي انت هتكمل بيها لو جت complete. وهنا bisector to this chord دي برضو الكلمة اللي انت هتكمل بيها. طيب ناخد exercise سريعة على الجزء ده. هنا مديني الرسمة بالمنظر ده، هو رسمها لي وبيقول لي find measure of angle MBC. MBC ومديني given ان C midpoint لل AB ومديني ان ال M is center of the circle والانجل BMC equal 60 degree. طيب انا عشان اجيب الانجل MBC MBC اللي هي الانجل دي يبقى انا مضطر الاول اثبت ان ال MC perpendicular على ال AB او ال MCB is 90. طب دي اعرفها منين؟ بالظبط زي ما انتوا قلتوا سنس وسنس وزن. اتنين سنس تديني واحدة ايه؟ زن زي ما احنا متعودين. اتنين سنس تديني واحدة ايه؟ زن. سنس ان الام is center of the circle يعني معنى كده ان الستريت لاين او اللاين سيجمنت دي جاية من السنتر. وسنس ان السي is midpoint of AB او ممكن نقول CA equal CB يبقى كده اتنين سنس. زن الزن بقى بتاعتي يمين زن MC perpendicular on AB then measure of angle MCB is 90 degree
وطالما انا اثبتت ان الام سي بي از 90 ديجري اكيد خلاص هقدر اجيب الام بي سي ايكوالز 180 ماينس 90 بلس 60 ايكوالز 30 ديجري. تمام. طيب وات ايلس في السيركل الثانيه مديني الام السنتر اوف ذا سيركل ومديني الام اكس اوريدي بيربنديكولار اون اي بي. صح. انا سامع ناس بتقول ايه, بتقول سينس ان الام از سنتر اوف ذا سيركل اند سينس ان الام اكس بيربنديكولار اون اي بي ذن اكس از ميد بوينت اوف اي بي, وده اللي انا كتبته كده بالظبط. يبقى احنا اثبتنا ان الاكس ميد بوينت اوف مين, اي بي. هنتكلم بقى في الترينجل التاني اللي اسمه اي اكس ام, ده شايفينه اللي انا ظللته دلوقتي ده. هو مديك الترينجل ده رايت انجل ترينجل, ومديك الهايبوتنس ب10 وسايد من الاثنين سايد التانيين ب6. يبقى السايد التاني بكام؟ هنقول 10 باور 2 ماينس 6 باور 2 ايكوالز 8 سنتيمتر. يبقى الاي اكس ايكوالز روت ل10 باور 2 ماينس 6 باور 2 ايكوالز 8 سنتيمتر. طيب هو عايز اي اكس ولا عايز اي بي كلها؟ عايز اي بي كلها. طب ما احنا قايلين ان اي بي ايكوال توايس من الاي اكس, وبالتالي يبقى الاي بي ايكوالز 8 تايمز 2 ايكوال 16 سنتيمتر. الاكسرسايز الثالث اللي بعد كده بيقول لي, وده مشهور جدا بيجي كتير, طبعا الاسئله اللي انا جايبها لكم دي كلها زي اللي في كتاب المدرسه بالظبط, علشان ان شاء الله هناخد الهوم ورك اسئله كتاب المدرسه هتلاقوا اخت المسائل دي بالظبط, مفيش فرق يعني. طيب هنا مديك الام السنتر اوف ذا سيركل, ومديني جيفن ان الاي ميد بوينت اوف اي بي وان الدي ميد بوينت اوف بي سي. عايزني اعرف الانجل اي ام دي هتكون بكام, اي ام دي. طيب تمام, انا سامع ناس بتقول يا مستر سنس ان الام از سنتر اوف ذا سيركل ام اند سنس ان الدي از ميد بوينت اوف بي سي ذن ام دي بيربنديكولار اون بي سي, جاي من السنتر للميد بوينت اوف ذا كورد يبقى بيربنديكولار تو ذيس كورد. يبقى عرفنا ان ده كده ايه, رايت. نفس الوضع بالظبط الناحيه الثانيه, سنس ان الاي از ميد بوينت اوف اي بي ذن ام اي از بيربنديكولار اون اي بي. يبقى انا عندي الانجل بي 60 ديجري والانجل دي اصبحت 90 والانجل اي برضو بقت 90. هعرف اجيب الانجل ام ولا لا؟ The quadrilateral, the sum of interior angles of a quadrilateral is 360. وبالتالي يبقى الانجل DME هتكون 360 minus 90 plus 90 plus 60 equals 120 degree. The last exercise, هنا مديني الـ M is the center of the circle ومديني MD perpendicular on BC. Prove that حاجتين, اول حاجه ان الام دي بارلل للاي سي, تاني حاجه عايز يعرف الام دي دي بكام لو الاي سي طبعا ب8. حلو قوي. طيب سنس ان الام از ذا سنتر اوف ذا سيركل, احنا قلنا سنس وسنس يدونا زن, سنس ان الام از ذا سنتر اوف ذا سيركل اند الام دي بيربنديكولار اون بي سي زن دي از ميد بوينت اوف بي سي, كده انا اثبت ان الدي في نص البي سي. يا سلام على الجمال. يعني معنى كده ان الدي ميد بوينت اوف بي سي والام كمان ميد بوينت اوف اي بي, يبقى في الترينجل اللي اسمه اي بي سي الام والدي از ذا لاين سيجمنت ويتش جوين بتوين تو ميد بوينتس اوف تو سايدز اوف ترينجل. يبقى اللاين سيجمنت ام دي بارلل للاي سي, وفي نفس اللحظه ام دي ايكوالز هاف من الاي سي, يبقى هاف من ال 8 equals 4 سنتيمتر. هو ده اللي انا كتبته بالظبط. اول حاجه قلت لك سنس ان الام از ميد بوينت اوف اي بي, سنس ان الام سوري سنس ان الام از ذا سنتر اوف ذا سيركل اند سنس ان الدي ام دي بيربنديكولار اون بي سي ذن دي از ميد بوينت اوف بي سي ان ترينجل اي بي سي الام والدي ار ميد بوينت اوف اي بي والبي سي ريسبكتيفلي يعني بالترتيب. يبقى زين الام دي بارلل للاي سي والام دي ايكوالز هاف من الاي سي, يبقى هاف من 8 ايكوالز 4 سنتيمتر. طيب الهوم ورك بتاعنا هيكون اسئله كتاب المدرسه اللي عليها علامه كتاب المدرسه على ليسون 1
في أول يونت في الجيومتري. الأسئلة دي تتحل وتتبعت لي النهاردة الساعة 10 بالليل، هصحح كل الأسئلة اللي هيجيلي، واللي عنده مشكلة برضو يبعتلي ويقول لي معرفتش أحل الكويشن نمبر كذا. طبعا احنا شغالين من المعاصر في بيجي كذا. السلام عليكم.